فقرة هو بنستقبل أسبوعيا الزميل مو خضرة. صباح الخير مو. صباح الخير زينة، كيف صحتك؟ كيفك؟ ماشي الحال وانت؟ منيح الحمد لله. مو اليوم منقلنا هيك موضوع كتير مهم، قد ما هو بسيط قد ما هو عن جد يمكن ممكن أوقات كتير يعمل هيك يتضايقوا منه أشخاص، اللي هو العطر اللي ممكن الرجل يحطه، وذات الشيء بتخيل أوقات كمان عند السيدات، بس صح. الرجل يمكن ما كتير بيطلع على هول التفاصيل. خبرنا شوي كيف ممكن الرجل يعرف شو هو العطر المناسب لإله، والكمية خاصة اللي لازم يمكن يحطها لما يزعج غيره. مظبوط. هذا الموضوع دايما بجرب من وقت لوقت أحكي عنه، لأنه موضوع عن جد ما بيخلص الحديث عنه صراحة يطول. والأغلاط اللي ممكن تكون جزء منه كمان ممكن تكون نحن ما بننتبه لها. فمن هيك قلت انه اليوم نحكي عن البرفان، نحكي عن العطر، خاصة للأشخاص يلي يمكن موعودين بكرة بسبيشل نايت تومورو، مع انه صراحة every day is a special day لما الواحد بيحكي عن البرفان، وخاصة بما يتعلق بالرجل. هلأ بدي أشير لشغلة، إنه نحن كعرب وخاصة بمنطقة الخليج نظرتنا وطريقة تعاملنا مع العطر تختلف عن يمكن the Europeans أو القارات التانية. نحن من الشعوب يلي منتحمل الريحة القوية، منتقبلها ومنحبها. صح، وعنا أصلا معروفين كمان بالعطر العربي اللي هو كمان عطر يمكن من أقوى العطور اللي ممكن شخص أنه يحطها، وقد ما هو حلو قد ما في كتير أشخاص مو، يعني أنا بعرف من حالي أنا كتير بحب العطر العربي والعود والمسك وهول الروايح، بس وصل لفترة يعني الأشخاص اللي حوالي يتضايقوا من الريحة، يعني يقولوا لي أنه زينا ما منتحملها أو عنا ألرجي عليها. وبقى من هون بلشت هيك أخلط شوي، يمكن يعني إذا حب المسك او العود جرب اخلطه مع شيء فيه روزز او ورد او حيالله شيء اخف لتخف شوي الريحه. صح، لانه هون بدنا ننتبه كمان للانتنسيتي تبع البارفان اللي عم نستعملها، يعني هي اوضه تواليت بارفان او كولون. واذا بدنا نحكي شوي اكثر عن الرجل وبعالم الاتيكيت او بعالم الكوربريت ضمن اطار وظيفتنا اليوميه، ضروري ننتبه كمان انه ما نزيدها بالعطر. يعني هيدي وحده من الترندز يلي كمان از اوت، هي انه انا دائما بقول خلي الاشخاص تكتشفني، مش أنا أعلن عن وجودي من خلال البرفان اللي حطتها. وبالتالي في كتير أشخاص بتعرف إنهم مرقوا أو كانوا موجودين قبل ما حتى تلتقي فيهم، قد ما ريحة البرفان بتكون قوية. فهيدي واحدة من الأغلاط اللي اليوم بدي هيك شدد عليها، هي كمية البرفان اللي عم نحطها. أنا بتبع عادة شيء بسميه 5 روتين سبراي، يعني أنا برش 5 مرات. يستحسن أوقات بإطار العمل، أو بعرف حالي رايح على مطرح الأشخاص رح تكون قريبة أكثر علي، إنه يمكن رش 3 مرات، يعني بثلاث مطارح. هلا رح فرجيكي أنا كمان على السكرين. أنا اللي عادة بتبعه ك 5 روتين سبراي هن رش ورا كل ديني، بتفادى شوي رش على رقبتي، خاصة إذا بعدني حالق في رجالي بتنزعج شوي من الكول اللي موجود بال، ممكن يعمل حساسية أو يحمر محله. هيدا بالإضافة لحتى أنت كمان لما عم بتقربي تبوسي شخص، أوقات إذا البارفان قوية ممكن تزعجهم، يعني إذا بعرف حالي رح سلم على عدة أشخاص خلال هيدا النهار، فأنا عادة بتبع إني رشها هون، يعني قريبة من قبة الشميز يلي لابسها، ودايما رشي ورا رقبتي على الراس من ورا. هيدي بسميها سنتريل، وهيدي بتترك انطباع، يعني لما بتمرقي من حد حدا بتتركي هيك افال العطر يرجع يكمل من وراكي. فهيدي الفايف روتين سبراي، وفينا نعتمد انه نرش 3 مرات. البارفان عادة بتتجدد كل 3-4 ساعات، اذا بعرف انا انه نهاري طبعا طويل او في عدة مراحل. سعادة الرجل اذا عنده هيك سامبل بيرفيوم انينه صغيره تضل موجوده
بشنطته، كمان شغله بتساعد. صح، نعم. اللي عم نشوفه على السكرين زينا هو تشارت بيفرجي مجرى الدم بجسمنا. بالتالي المناطق يلي فيها مجرى دم يلي فيها حرارة هي أكثر مناطق، هون عم نطلع تحديدا على الأصفر والأحمر، هي أكثر المناطق يلي محبذة إنه نرش عليها البارفان، لأنه الحرارة بالجسم بتضل على خلال النهار عم ترجع تعمل، يعني عم ترجع تعمل مثل إذا بدك بوست، عم تتجدد يعني نوعا ما، عم تتجدد نوعا ما. في غلطة كتير منا بنعملها إن كان رجال أو نساء، منرش البارفان ويربط، يعني يا منحفها يا منكون شوي قاسيين بطريقة فرك البارفان على جسمنا. اللي عم نعمله بهيدي الحركة هو إنه عم نقتل مكونات البارفان، يعني I am killing the notes، the ingredients يلي موجودين بهيدي البارفان انا عم قوم بتكسيرهم، بدل ما اتركهم على الرواق على مهلهم بشرة جسمي يستوعبهم. ف it's very good انه رش البارفان تابت على بطريقه خفيفه واتركها اعطيها وقتها لحتى هيك ترقد مثل ما بيقول، كانه تفوت بالسكن اكثر، يعني تشربها الجلد نوعا ما. صح. وذي اذر تيب هي اذا بنعرف انه عندنا بشره ناشفه، يعني انا عندي دراي سكن، عن جد اكبر نصيحه في اعطيها للرجال انه اول شيء نرش البارفان بعد دوش هيك وورم، بتكون المسامات شوي انفتحت. اذا قادر حط مويسترايزر، اذا بشرتي ناشفه لما عم رش البارفان عم بتكون هالبشره بحاجه لمي، بالتالي انا عم ضيعها على الفاضي، يعني دغري بشرتي عم تمتصها. من هيك اذا عندنا مويسترايزر ما له ريحه، يعني كريم، ما بدي اسمي براندز، بس هيدي من 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 ون اوف ذا بيست تريكس لحتى تضل البارفان دايني خلال كل النهار، هي لما وين ابلاي ات على بشره مويسترايزد. اوكي، يعني افضل بعد الاستحمام انه نحط كريم ونرجع من بعد الكريم نرش البارفان. صح. سو هول هن، يعني بيسكلي هول هن المناطق انه انتبه حطهم على البلس وين في دوره دمويه، بعرف انه في نقاط حراره بجسمي. في اشخاص بتقلك لا انا ما بحب رشهم على ثيابي لانه بيترك بقع، انا من تجربتي إذا القماشة منا حرير أو ستان، إذا اعتمدت ديستنس معينة، يعني مش دغري عم رش على التياب على القطن، أنا ما بلاقي في مشكلة أبدا، لأنه القماش بيحمل البارفان أكثر من بشرتنا، بيضاين أكثر، بيضاين لفترة أطول. صح. طب هول عن جد الكي بوينتس ريليتد للبرفيوم. وبتضل اكيد ضروري الرجل يفهم the power of perfume، يعني اهميه العطر بحياتنا اليوميه، لانه العطر بيخبر شيء عن هويتنا، نتذكر كثير اشخاص من خلال ريحتهم، او بنترك مقابله عمل بتضل ريحتنا نوعا ما موجوده بالاجتماع بالأوضة، لما بيرجعوا بيلتقوا فينا بيتذكروا انه هيدا الشخص مش بس حكيه كان 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 حلو او كان متزن، انما كانت ريحته حلوه. وهيدي من القصص يلي النسوان كثير بتتذكرها، هي ريحه الرجل. صح. وهون عنده تاثير كثير قوي، فيكون ايجابي مو فيكون كمان كثير سلبي. مزبوط. فمن هيك في أشخاص بيسألوك إنه أنا ما بعرف نقي بارفان، أو حدا جاب لي بارفان، هيدي الشغلة غلط. عالم البارفان كتير حلو، كتير شخصي، ضروري نعطيه من وقتنا. وعن جد ما في نصيحة غير إنه الواحد يجرب ليوصل لريحة هيك بتعبر شوي عن هويته. وأنا شخصياً مش مع إنه يكون عندي عطر واحد والتزمه صبح ليل ونهار وبكل المناسبات، مثل ما بغير ثيابي حلو كمان اوقات اني
جدد بريحتي حسب الموقف والمناسبة. صح، ومثل ما قلت هون مو كمان كنت دايما أنا أقرأ عن هدول المواضيع، مثلا مثل مقابلات العمل، أوقات كتير نساء ورجال بتفوتهم تفاصيل صغيرة مثل أهمية العطر، بنكون حاطين عطر بالنهار مثلا مش مناسب، أنه مزبوط في عطر بالليل لازم نعتمده، بالنهار لازم يكون شوي أخف. بتخيل هول أشياء هيك تفاصيل كتير صغيرة بس ما بنفكر فيهم، يعني بنكون نحن محمسين رايحين على الانترفيو، منرش كتير بارفان، منفوت على المكان المقابلة، يمكن يكون يلي عم بيقابلنا عنده حساسية معينة على ريحة معينة، مشان هيك دايما كمان لازم ننتبه كتير لهالأمور البسيطة. صح، وبرجع بقول هيك ختاما انه عند الرجل تحديدا حلو انك تكتشفي ريحته لما بتقربي عليه اكثر، يعني مش تكون الريحه هالقد ستيتمنت قويه، اول ما بيوصل بتحسي انه العطر ريحته كثير قويه. كثير حلو العطر عند الرجل يكون موجود بالانتيميت سبيس، يعني بالمساحه الشخصيه القريبه منه، لحتى لما بتقربي عليه بتسلمي عليه بتحكي معه بتكتشفي اكثر، بتكتشفي اكثر عنه. فالساتلتي بهالموضوع بتشبه الرجل، وانا بحبذا صراحه. وشو نصيحتك هيك مو هلا بما انه بكره فالنتاين، في كثير اشخاص يمكن بعد لليوم ما جابوا الكادو تبعهم، حلو تهدي سيده يمكن او الرجل، او السيده تهدي الرجل عطر هي بتحب انه يحطه، او لازم دائما نفكر اكثر هو شو بحب يعني؟ لا، انا بحس البارفام مساله كثير شخصيه، يعني انا اذا بدك تهديني بارفام ما بعرف، ممكن كثير ما احطه، بعتبرها بيرسونال. بس انا بحب البارفام وقتها بيكون جاي معه قصه، يعني اذا انت عم تهديني بارفام الى علاقه بسفره معينه انت اجريتيها، بركي بتعرفي الاشخاص او اللي ورا هيدي البارفان وطريقه تكوينها، ساعتها بتكون كثير حلوه، لانه السنس بالنسبه لإلي اي كان نيفر جيت انف. وخاصه هلا اذا كان الرجل متقدم اكثر بعالم البارفان، يعني بيعمل شيء اسمه ليرين، بحط اكثر من نوع عطر ليخلق هويه خاصه فيه، كومبينيشن حلوه. بس هيدي البارفان اللي بتبقى دارجه وبيجي حدا بيشتري لك اياها، ما بعرف، انا ما كثير بحبسها. يعني نصيحتك انه جربوا قد ما فيكم، اذا ما بتعرف كثير الشخص يمكن او منك كثير مقرب له، ما تهديه بارفان ممكن هو مثلا ما يحبها، او يعني هيدا الشيء هالقد شخصي، يمكن مثله مثل الثياب. كلنا بنعرف زينا انه جسمنا بيتفاعل مع البارفان بطريقه مختلفه. صحيح، يعني لو انا وياكي حطينا زيت البارفان رح نشمها بطريقه مختلفه. صح، فما بعرف هون حسب العلاقه، يعني قد ايه بيعرفوا بعض، فانا هيك ما في قدرت. هي اوقات بياخذوها يمكن مناسبه ليقدروا يغيروا ذوق الثاني، اذا مثلا كانوا بينزعجوا من البارفان تبعه، او هي بتنزعج او هو بينزعج من البارفان تبعه. البارفان هديه سهله. صح، كثير بنشوفها من الاشخاص جايين من السفر، يعني اتس كيوتي فريج. فلا، ما اذا بدك تهديني بارفان لا، اي وونت سمثينج مور سبيشال. اوكي، مو خضرة، بدي اتشكرك على هالتوبيك الحلو والمهضوم، ودائما افكارك هيك اللي قد ما هي بسيطه قد ما هي ممكن تغير بكثير حياه رجال اليوم هيك بحياتهم اليوميه السهله. يعني شكرا لك. انا قررت اعمل العكس، الاحد الجاي رح نحكي مع دكتور رائد عن الغرام وشو يعني انه نحس حالنا مغرومين، وهل الغرام مختلف بين الرجل والمرأة، يعني هل الحب بيعرف هالاختلاف. حلو، يلا لكن عم نوعد المشاهدين الأحد المقبل بموضوع كتير مهم، بعتقد بهم كتار، وتساؤلات دايما هيك بتدور براسنا بلا ما نعرف الحب إذا هو بيختلف بين الرجل والمرأة. لكن لا، أسبوع المقبل مو خضرة، لا من وقت يعني من هلأ لوقت، انتبه على حالك، بشوفك إن الله رد. ومشاهدينا بنتوقف مع أول بريك لليوم ومنكمل من بعده.